درب النقارين مين ظالم ومين سعي طول السنين طالب حقه اللي راح شار الظلم واكل في جماجم او هياكل وسنون وسنين مشاكل خففش لامت جناح اكتم صوتي مشانك وحيفضل موت خانك كان ايه بس اللي زانك عالحق المستباح مهما الميزان يميل ويضيع عمر الجميل بعد الليل الطويل بيلوح نور الصباح في الحق دنيا ماسك وفي ساحة العدل ناسك لو مرة ظلمت ناسك أنا بطلب السماح مش مستهل الحكاية غلو مكروه هواي ده أنا من تتر البداية وما شفتش غير جراح ومدام أثبت وثبت أنا لاجل الحق ثبت لو كل الدنيا غابت صبري هو السلاح مهما الغاصب زاني عمري ما حركة ثواني غير لو سمعت وداني صوت حي على الفلاح الممرض لا لكن خالد لا يا راجل بينك كبير ماشي خش ايوه اسلم تاني حط الكوبايه جنبك حط الكوبايه جنبك زي ما قلت لك طلع فاروق
تمام اخونا حضرت لك الفطار بتصحي ايه عم الفطار. قول دي تاني قول دي تاني ده يلا ون مور اكشن. انا قلت لك محمد شويه رزق هو انت جيت معاهم دخلت معاهم معرفين و بس اكشن. ايه الرزق اللي انت عامله ده؟ ما صحش كده يا ابني. كلينا حقي وخدناه ولا ايه؟ طلع تعالى انت تاني قول له انت باسم ليه كده ليه كده مش خطوه كده الله الامر فتحي يا فتحي عايز يا معلم عماد انت مش عملت اللي في دماغك وخدت كل حاجه طب انا هعتبر نفسي ما سمعتش الكلمتين المسخين دول وهفرض ان انت زعلان على الحاج مختار حقك ما حدش يقدر يقول حاجه انت مهما كان كنت شغال عندهم من زمان انت عارف لما كنت زعلت عليه انا كنت قلت عليك ما عندكش اصل وقليل الرباية لكن انا عارفك راجل مخلص وامين عشان كده يا فتحي عايز اقول لك كلمتين حطهم حلقة في ودانك اهي المنطقة دي كلها ملك ولاد الدمياطي واحنا يا دوب خدنا جزء من حقنا وخدناه بالاصول من غير ما نظلم حد كل اللي انت عملته ده وما ظلمتش حد امال لو كنت ظلمت كنت هتعمل ايه يا معلم برضو طب انا اعتبرك كنت بترجع واقول لك الف سلامه اسمعني كويس مسير الايام هتعرفك الحقيقه وانا في النهايه ما يرضنيش ابن حتتي يقعد من غير شغل وانا عارف المسؤوليات اللي وراك عشان كده يا ابن الحلال انا بعرض عليك تيجي تشتغل عندي وهتشتغل زي ما كنت شغال عند المعلم الشواف مشرف على كل العمال والرقم اللي هيطلع من بقك هديهولك وهزودك عليه حبتين اظن كده عداني العيب انا عارف يا معلم انك بتعمل كل ده عشان تكيد ولاد الشواف بس هقول لك على حاجه شايف ده من خير المعلم مختار وده ما بياكلش غير اللقمه الحلال معلم مختار ما كانش مجرد واحد اشتغلت عنده لا معلم مختار ده كان ابويا وانا لو اديتني مال الدنيا كلها مش هخون الراجل اللي رباني صحيح انا مش لاقي اكل بس الحمد لله صابر واللي مصبرني اني عارف ان مفيش حاجه عند ربنا بتضيع وان في اخره بتترد فيها مظالم الدنيا سلام يا عماد اياك اشوف وشك تاني في حاره النجارين تمن ولا اشوفك بتشتغل عند حد عيل والشفاء جاتكم البلاوي اكشن الف مبروك يا دكتور الف مبروك يا دكتور اهلا يا
جماعه نورتونا. عقبال عندكم جميعا. عقبال الا لك كبير يا ابن ودي. اتفضل اتفضل يا حاج. ان شاء الله الف مبروك يا حاج مختار. نعم نور الدنيا يا دكتور زين. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. سلم على ضيوفك. هلا يا شباب. معلم رز. الله يبارك فيك يا شيخنا. ألف مبروك يا دكتور. أهلا وسهلا. تعالى يا ابن الأصول. طول عمرك ابن أصول يا زين. والواطي هيفضل واطي مهما علي. كله يا رجالة. خد يا فتحي. خلينا نوجب مع الدكتور. اللي عايز يخش ويطلع ويتفرج ويعمل منه اللي أنتوا عايزينه. أيوه. الأرض لواتشانا. ايه رايكم؟ ايه ده انت مصور ايه؟ ده ما بتاع النت يا ريس. انا اسف انا سرحت شويه معلش. دي العجل والظهر ان ده اهو تعالى يلا راي تاني لما اقول لك بس والظهر ان ده خلاص اكشن. انت اللي كتر خيرك يا ريس ممدوح انك اديتني الموبايل. مش محتاج اقول لك لو عايز اي حاجه عرفني انا تحت امرك. الله يرضى من ضهرك بكتر خيرك يعني لما تفرج تطمني على كل حاجه. بس كده عينيا التنيه وان شاء الله ابوك يبقى بخير ما تقلقش. ها بعدين يا رجاله ما تسمعونا حاجه كده. خلونا نحتفل بالراجل لسه خارج من حبس. لا لا استنى إيه؟ انا مالف لك حاجه من اول يوم بجد. ايوه حاجة يعني منشودة كده. منشودة. الله سمعنا. لا يا زين لا يا زين مالك حزين علشان سجين يا زين يا زين كلتها يومين وتلقى ناخرجين وترجع بالسلامة لناسك الطيبين. بس وعاك تنسانا وتنسننا قاعدين. حصل له حاجه؟ مش كده يا ابني. ان شاء الله خير. خايف يكون عامل حاجه في نفسه. استغفر الله العظيم. ما ينفعش يا ابني الكلام ده. الحاج مختار ما شاء الله عليه راجل مؤمن مستحيل يعمل حاجه تغضب ربنا. هيكون راح فين طيب؟ انا عمال افكر لحد ما مخي خلاص هيضرب. ها مفيش. انا قلبت الدنيا عليه ملوش اي اثر بصراحه. وبعدين بقى اخر ما تعبت رحت بلغت في القسم قلت ان هو متغيب يمكن يعطروا عليه. يا شباب بقول لكم ايه، احنا في حاجه احنا ناسيينها. احنا ليه ما سالناش عليه عند الحاج عم مجاهد؟ عم مجاهد ليه ما سالناش هناك؟ صحيح انا ازاي نسيت الموضوع ده. انا اكلمه دلوقتي. طلعت خطر انت مجنون يا زين. عارف اللي بتعمله ده اخرته ايه؟ انت عارف اللي بتعمله ده اخرته ايه؟ انت ما تعرفش كمال بيه. ده كمال قتل اخوك من غير ما يفكر لحظه. ما انا عشان كده عايز اعرف هيعمل معاك كمال بيه. على فكره مش هيصدق. مش هيصدقك لانه عارفني واثق فيا. وهيعرف ان انت اللي عملتها وهيجيبك. هتودينا في داهية يا زين. هتخسبه وتخرج. راح فين يا زين؟ ادينه بقى مش عارف. فكني يا عم. زين. فكني يا زين. رجع على واد يا زين انت خطر. رجع على اهلي يا زين. صدقني هنروح كلنا في داهية. كلنا هنروح في داهية. بس. افتح الشباك. يلا. الموضوع مش جديد والناس كلها عارفاه.
الورشة اللي ولاد الشواب بيعملوها دلوقتي يا سخانة طول عمرها بتاعت ابويا شاور دمياط. فجأة كده الورق بتاعها يختفي يبقى ملك مختار الشواب. ظلم ده ولا مش ظلم؟ وضع الكلام ده يا معلم رزق. اسمعني يا رب انا يا حاج ناوي. اتفضل يا معلم مختار. درب النجارين مين ظالم ومين سعي طول السنين طالب حقه اللي راح شار الظلم واكل في جماجم او هياكل وسنون وسنين مشاكل خففش لامت جناح اكتم صوتي مشانك وحيفضل موت خانك كان ايه بس اللي زانك عالحق المستباح مهما الميزان يميل ويضيع عمر الجميل بعد الليل الطويل بيلوح نور الصباح في الحق يا دنيا ماسك وبساحة العدل ناسك لو مرة ظلمت ناسك أنا بطلب السماح مش مستهل الحكاية غلو مكروه هواية ده أنا من تتر البداية وما شفتش غير جراح ومدام أثبت وثابت أنا لاجل الحق ثابت لو كل الدنيا غابت صبري هو السلاح مهما الغاصب زاني عمري ما حركة ثواني غير لو سمعت وداني صوت حي على الفلاح